السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ. وياك، تفضل. استأذن حضرتك يا شيخنا، لو أنا مسافر مثلا، مسافر سفر تقصر في الصلاة، نعم، وأنا لم أصلي الأوقات الظهر أو العصر أو العشاء، لم أصلي يعني لظروف لمشقة السفر، يعني وصلت البلد أو وصلت أنا الصعيد عندنا من القاهرة للصعيد، فأنا هل بعد ما وصلت أقصر ولا خلاص؟ لا، العبرة بوقت الأداء. وقت الأداء، أنت مسافر ولا مقيم؟ أنا والله كنت جاي في، لا، وقت أداء الصلاة افهم، والوقت الذي ستؤدي فيه الصلاة الآن، مسافر ولا مقيم؟ كنت مسافر. لا كده ما انتش فاهم كلامي، يعني أنت الآن ستصلي الآن. نعم. ستصلي الآن مقيم أو مسافر؟ لا. يعني في بلدك أو في غير بلدك؟ في بلدي بعد ما رجعت من السفر. بلدك يبقى تتم. تتم يعني كانت الرخصة في السفر فقط. أي نعم. لأن ربنا قال كده، ربنا قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصد يكون إذا ضربت في الأرض. ونحوه عكس لك المسألة، افترض أنك في بلدك وأذن للظهر عليك وأنت في بلدك، ما صليت وخرجت إلى سفر، خرجت إلى سفر تصلي الظهر قصرا، العبرة بوقت الأداء، أنت ستؤديه متى، في السفر أو في الحضر؟ إذا ستؤديه في الحضر صلي تام، ستؤديه في السفر صلي قصر. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك.